قال رئيس اللجنة المالية بجبهة الإنقاذ عبد الغني الحميدي إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام وزير المالية بإحالته للمجلس التأديبي ما هو إلا تكملة لمسلسل التصفية الجسدية له. وأكد الحميدي في تصريح صحفي أن إحالة الوجيه غير قانونية، خاصة أنه تعرض للإقصاء ولم يتم إعادته إلى العمل إلا بعد تدخل القضاء وهيئة مكافحة الفساد. واعتبر الحميدي بأن هذا التصريح بلاغا رسميا لكافة الجهات المختصة عن مخطط إجرامي يستهدفه ويديره وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، مطالبا الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له.